مسلسل البنايات الهشة يتواصل في حلقة جديدة مع مجموعة من العائلات القاطنة بعمارة بشارع 4 تامي عبد القادر وسط مدينة وهران. رفعت العائلات شعار الخطر بعد أن تم ترحيل قاطني العمارة المجاورة، مما دفعهم إلى الاحتجاج في عدة مرات، وما زادهم خوفا من سقوط العمارة على حد قولهم هو أشغال الحفر والبناء التي يقوم بها مقاول بالجهة المقابلة، حيث تسبب اهتزاز الأرضية في حدوث انشقاقات بالعمارة، وأصبح خطر الموت يحاصرهم حسب ما جاء في تصريحاتهم. زاد دروك الحوش تاعنا راح، من هاللي يبدا هذا يحفر هنايا قدامنا صاي قاع نعاود تشق، رانا دروك النو هذا النو اللي طاحت دخلت قاع علينا. بعد قرار الحفو والهدم طواه المستثمر، مستثمر مدوا له قرار الحفو والهدم بدون علم باللي هذا الحاد الباطيمات راه فيها تخوا كوستات على بومبيه. وبعد معاينتنا لاوضاعهم ونقل انشغالهم لرئيس دائره وهران كان تصريحه كالتالي: هي العمارات الدرجه الثانيه من الضرر ار 2، هادو تم منحهم شهاده استفاده مسبقه بري افيكتاسيون. المرحله الاخيره ولا المرحله القادمه ستكون بالنسبه اللي يجوا بعدهم، ولكن الاولويه تاع الولايه انه درك بعد ما رحلنا الناس الار 1 والار 2 راهم عندهم لي بري افيكتاسيون، لما يجوا السكنه تاعهم ان شاء الله بحول الله رحلوا. تابع مراحل الترحيل يتزامن مع تهيئه واتمام مشاريع سكنيه التي ستكون وجهه هؤلاء في قادم الايام.